السلام عليكم أخي المشاهد أختي المشاهدة، في هذه الحلقة التي أختصها لكم كيفية اطلاء وتجديد خزائن المطبخ. ومع هذه الحلقة أيضا خزائن الأحذية، فأول عمل أقوم به ترقيم خزائن المطبخ. فعدد هذه الأبواب لدينا 18، فكل اثنين تغلق وتفتح مع بعضها ما عدا واحدة في زاوية من جهة اليمين والأخرى من جهة اليسار. فبعد ترقيمهم بالأرقام من 1 إلى 18 أقوم بالحك بورق فير رقم 100. هناك عملية أخرى لتجديد الأبواب أو الطاولات أو النوافذ، وكذلك إلى الخزانات وعدة أشياء من الأثاث الخشبية. استعمال الفيرنيز أطلس للإزالة، شكله علبة من حديد مسطح مثل العلب الأخرى، لونه برتقالي. أما الفيرني فهو شفاف داكن يخفف بقليل من السيلوليزيك الدوريو. فهذا الفيرني بعد الانتهاء منه إن وضعنا فرشاة جانبا بدون غسله بالدوليو السيلوليزيك لا عليها من الإتلاف. أما إذا قمنا بالاطلاء بالفيرني بيكاتخ أو الأطلس توب أو اللامع بعد الإنهاء من العمل، يجب غسل الفرشاة ووضعها بعد الاغتسال في قليل من الدوليو. فمشاهدين أعزاء، بعد الحك وإزالة الدهان أقوم بالاطلاء الطبقة الأولى، وفي يوم آخر أقوم بالاطلاء الطبقة الثانية. فطريقة طلاء تيتان على الخشب نوع من الفيرني على شكل ثقيل المحلول. هناك الكثير من الفيرني التي تستخدم على الخشب، هناك أنواع فيرني مائية وهناك أنواع زيتية، وهي الأكثر شهرة مثل تيتان 1004 الذي أقوم باستعماله لهذه الخزائن المطبخ، أو فيرني 1003. والمزيد من أنواع الفيرني باللون البني أو الفيرني بألوان طبيعية، وهناك أنواع من الفيرني بألوان شفافة. يوجد فيها نوعين، نوع لامع ممنوع من الفيرني وغير لامع، وأيضا هناك نوع على شكل تيتان والكثير. تختلف أثمنة الفيرني على حسب الجودة، لكن الفيرني سعره معقول، ويحتاج الفيرني إلى حرفي على حسب أنواع على حسب المواد المضافة مثل سبكة سرفوسيور لسد المسام وكيفية التعامل مع الفيرني بشكل صحيح، وكذلك روائح المنبعث من المواد القوية. يجب حماية التنفس باستخدام كمامة واقية. I'm not.
فمشاهدين أعزاء، كما تلاحظون معي في هذا الفيديو قمت بترقيم الأرقام لأبواب خزائن المطبخ، بعدها أقوم بحق بورق فيه الرقم 100، بعدها أقوم بإزالة الدهان بالزجاج بطرف الزجاج، أقوم بإزالة به الدهان، بعد ذلك أقوم بمسح الغبار. بعد مسح الغبار أقوم بالطبقة الأولى والطبقة الثانية في يوم آخر، أي بعد تسرب الفرنيل الأول. بعد ذلك أترك الأبواب على طبيعتها، ثم أقوم بتركيبهم في أماكنهم الخاصة حسب الأرقام التي وضعتها في الأبواب.
المتمكن. إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأشكركم على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله.